بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، كل سنة وإن حضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأحب أني ألتقي معكم النهاردة في برنامج عيادة رمضان، وهاخدكم في يعني جولة مع حكاية من حكايات اللي بتبقى موجودة في عياداتنا كل يوم، اللي هو الإحساس بالألم. وهل الألم ده مع أنه إحساس غير مريح للإنسان، إلا أنه تعتبر نعمة كبيرة جدا من ربنا أنه يبقى عندك هذا الإحساس، لأنه بيكشف من وراه أمراض وتشخيصات قد تكون خطيرة جدا، وفي بعض الأحيان بتهدد حياة المريض. الألم بالذات في الأطفال الصغيرين بيبقى شيء مهم جدا، بتخلي الطفل اللي مش قادر حتى ان هو يتكلم او يعبر عن اللي جواه انه يبكي، وبتلفت نظر اللي حواليه انه في شيء لازم ندور عليه ونحاول نوصل لأسبابه. الألم في الأطفال الصغيرين بيبقى سببه غالبا في أمراض المخ والأعصاب، زيادة في ضغط المخ وارتفاع في ضغط السائل اللي بيسري داخل المخ عشان يشيل الفضلات اللي بتنتج من الأنسجة و الخلايا بتاع المخ. ارتفاع ضغط المخ يؤدي إلى صداع رهيب جدا، بيفسره أو بيعبر عنه الطفل الصغير بالبكاء الشديد، قد يكون معاه قيء أو قد يكون معاه تشنجات، أو قد يكون معاه ارتفاع في درجة الحرارة لو كان السبب بتاع ارتفاع ضغط المخ التهابات موجودة في الأغشية المحيطة بالمخ. لذلك أنا بعتبر أنه الإحساس بالألم في السن الصغير ده نعمة كبيرة، لأنه الطفل مش قادر يتكلم، مش قادر يعبر عن اللي هو حاسس بيه، اللي حواليه بيشوفوه بيبكي على طول، وفي أعراض مصاحبة بتبدأ تلفت نظرهم، يتوجهوا للطبيب المختص يقدر إن هو يوصل للتشخيص. كذلك في الكبار، الإحساس بالألم الشديد هو نعمة كبيرة جدا، لأنه أحيانا مش بتكلم على الصداع العادي اللي بيجينا كلنا وناخد مسكن بسيط يروح، أو نشرب شوية سوائل، أو ننام فترة الموضوع يتحسن. أنا بتكلم على الألم الرهيب اللي بيجي وبيستمر. في ناس تيجي تقولك أنا حسيت بوجع شديد، صداع جامد جدا، كأن حاجة خبطتني في دماغي، صداع عمري ما حسيت بيه، صداع كنت عشان أخلص منه بحاول أني أربط دماغي، أو في ناس تقولك أنا بحاول أن أنا أخبط في أي حاجة عشان الوجع يروح، شيء عمري ما حسيته قبل كده، مصاحب معاه انه في زغللة في عينيا، او مش قادر افتح في الضوء، او ألم في اسفل الرقبة، او زي تحجر في حركة الرقبة ما بقتش زي الاول، او ارتفاع في درجة الحرارة، او قيء، أو غياب عن الوعي أحيانا. الوجع الشديد جامد قوي ده اللي بيحصل، وبيبقى مفاجئ، وبيبقى حاجة عمر المريض ما حس بيها قبل كده، بتبقى غالبا سببها نزيف تحت الأم العنكبوتية نتيجة تمدد في شريان من شرايين المخ. واللي بيلفت النظر هو الألم الرهيب اللي بيجي فجأة وبدون مقدمات، والعيان يقول لك أنا يعني عمري في حياتي ما حسيت ألم بهذه الشدة والقوة، وكان مصاحب لي الأعراض اللي ذكرناها. في الحالة دي بتعمل له أشعة مقطعية على المخ، تقدر أن أنت تشوف
النزيف اللي موجود تحت الأم العنكبوتية بيبقى واضح جدا، لأنه النزيف في الأشعة المقطعية بيبان لونه أبيض وبيبان من أول لحظة يحصل فيها النزيف، من أول ثانية يحصل فيها النزيف بيبان. الأشعة المقطعية أشعة سهل جدا إن احنا نعملها، بتاخد لها في بعض الأجهزة دقيقتين بالظبط عشان تتعمل وتطلع النتيجة في نفس الوقت، وتشخيصها بيبقى سهل جدا، ونقدر إن احنا نقول والله في نزيف تحت الأم العنكبوتية، غالبا ده بيكون سببه تمدد شرياني زي بالونة في شريان من شرايين المخ، وانفجرت عملت نزيف في المخ. وفي الحالة دي بنعمل أشعة على شرايين المخ بالصبغة أو باستخدام جهاز الأشعة المقطعية نفسه اللي احنا عملنا عليه الأشعة الأولى، نقدر نحقن صبغة ونصور الشرايين فقط بدون باقي أجزاء المخ، ونبص على الشرايين الأساسية، عندنا 6 شرايين أساسية نبص عليهم ونشوف التمدد الشرياني ده في أنهي شريان أو في أكثر من شريان، وبعد كده ناخد نبتدي نشوف العلاج بتاعه. إذا كنا نعمل تدخل جراحي ونحط كليبس على التمدد الشرياني عشان نمنع أنه هو ينفجر مرة أخرى، أو أن احنا ندخل بالقسطرة العلاجية ونحقن جواه بعض المواد اللي هي بتقفله. وكل طريقة من طرق العلاج ليها الأسباب بتاعتها اللي بنختارها، وبنختار أحسن حاجة للعيان تكون معها أقل complications أو أقل مضاعفات موجودة. ولذلك أنا بقول أنه الإحساس بالألم الشديد ده، مع أنه إحساس غير مرضي للشخص أو للمريض، ولكنه ممكن يكون سبب من أسباب إنقاذ حياة بعض المرضى، أنه يحس بهذا الألم الجامد عشان يقدر أنه هو يطلب مساعدة من الطبيب المختص ويوصل إلى تشخيص دقيق وسريع لمرض قد يكون من الحاجات الخطيرة اللي بتؤثر على الحياة. لأنه أحيانا كتير أما يحصل انفجار للتمدد الشرياني، المريض بعد فترة يدخل في غيبوبة ويحتاج أنه يكون على جهاز تنفس صناعي، وأحيانا يحصل أنه التمدد الشرياني ده ينزف مرة تانية إذا ما تلحقش، والنزيف تاني مرة ده بيبقى خطر جدا، وعادة بيبقى مصاحب معاه أعراض خطيرة وغياب عن الوعي واحتياج لجهاز تنفس صناعي واحتمالات كبيرة قوي نتصل إلى لا قدر الله الوفاة. ولذلك الإحساس بالألم الجامد والصداع الشديد اللي عمره الإنسان ما شافه فجأة من ضمن الحاجات اللي بتستدعي ان احنا بسرعة نعمل الأشعة المقطعية عشان نشخص الحالة دي ونبتدي علاجها بأسرع وقت عشان نمنع حدوث المضاعفات الخطيرة دي. في حاجات تانية بتحصل معاها آلام رهيبة ووجع جامد جدا، وبتصاحبها أعراض أخرى بتخلينا نوصل لتشخيص لمثل هذه الحالات. بتبقى في سن كبير شوية وفجأة بيحس أنه عنده زي تشنجات صراعية أو آلام رهيبة في الدماغ بتزيد بالليل وتقل شوية بالنهار وهو المريض بيمشي أو يروح شغله. الألم ده عادة ياخد له مسكن في الأول يتحسن، وبعد كده المسكن ما يبقاش له تأثير، ويبدأ الألم يزيد في فترة بالليل والبني آدم نايم، ممكن يصحيه الوجع من النوم، ممكن يبقى مصاحب لي أعراض زي زغللة في العين أو قيء أو غممان نفس أو تشنجات صرعية.
وفي الحالة دي بناخد موضوع سيريسلي جدا، لأنه ممكن يكون سبب من الأسباب هو وجود أورام في المخ، ودي بتشخص بسهولة عن طريق الرنين المغناطيسي، واللي بنقدر نعرف منه إذا كان في ورم ولا لأ، وإذا كان الورم ده حميد ولا خبيث، وإذا كان مكانه فين، وهل هو في منطقة عميقة أو منطقة سطحية من المخ، والمفروض نعمل له إيه إذا كان تدخل جراحي أو تدخل باستخدام الجهاز الملاحي للمخ أو باستخدام الكوزة أو ما يسمى بجهاز تفتيت أورام المخ أو باستخدام المنظار الجراحي أو الميكروسكوب. كل الحاجات دي بنقدر ان احنا نعرفها عن طريق استخدام جهاز الرنين المغناطيسي لتشخيص مثل هذه الحالات اللي بتبتدي بشوية صداع. اوكي طيب، نستأذنكم في فاصل وبعدين نكمل مع حضراتكم. شكرا. اوكي أهلا بكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل، وهنبدأ مع بعض نتكلم على بعض أنواع الألم اللي بتؤدي إلى إن إحنا نشخص وجود بعض الأمراض في بعض أعصاب المخ اللي بتحس بالوجع. أشهر الآلام الرهيبة اللي بنشوفها واللي بتبقى مزعجة جدا للمريض، ولكن بتبقى سهلة جدا في التشخيص للطبيب وليها علاج يودي الوجع، هو آلام العصب الخامس. العصب الخامس هو العصب المسؤول عن الإحساس في الوجه، يعني إنك تحس ب الألم ده مسؤولية العصب الخامس. بيبقى في عصب خامس يمين وعصب خامس شمال. اليمين بيبقى مسؤول عن الإحساس في نص الوش اليمين، وبيبقى متقسم لثلاث فروع: فرع مسؤول عن الإحساس فوق منطقة العين، وفرع مسؤول عن الإحساس ما بين العين والفم، وفرع مسؤول عن الإحساس في منطقة الفك. المريض أما بيجيله حاجة ضغطة على العصب الخامس بيبدأ يحس بوجع رهيب جدا، بيجي يوصفه يقولك أنا بحس بألم زي الكهرباء، فجأة بيجي يقعد ثواني معايا وثانيتين ثلاثة ويروح، ولكنه بيبقى متكرر جدا، وهو وجع غير طبيعي ومفاجئ، وبيبقى زي ما يكون البني آدم اتكهرب في وشه، وبيبقى العيان مخضوض جدا ومش عارف ده سببه ايه، ويجي يقولك انا كمان يا دكتور اما باكل او بشرب مية، سواء مية ساقعة او سخنة. طيب ناخد الاتصال ده ونكمل لكم بعديه حكاية آلام العصب الخامس. اهلا يا فندم، اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. هو ابني عنده 21 سنه وبياخد جيلاتين كورونو، قرص الصبح وقرص بالليل. تمام. فهو دلوقتي عايز يصوم. ايوه. ياخد العلاج ازاي؟ اوكي. وبعدين بصراحه انا بقالي 20 سنه بعالج كهربه المخ دي، وبعدين بيقعد من الكمبيوتر من بالليل للصبح، انا مش عارفه حل، انا نفسي يخف بصراحه، يعني الموضوع ده طول قوي. اوكي. هو في سنه رابعه كليه. يا ريت حضرتك تقول لي اعمل ايه عشان نبطل العلاج دوت، يا ريت حضرتك تقول لي صوم ياخد ايه. اوكي. ابن حضرتك. اتفضل. تحت امرك. طبعا هو علاج الصرع بيتوقف على السبب وعلى نوع الصرع. ففي بعض حالات الصرع نعمل اشعات يطلع فيها سبب
للصرع في الفص الصدغي أو في الفص الأمامي أو في الفص الخلفي للمخ، وأحيانا نعمل رسم المخ نعرف نوع الصرع ونختار أحسن علاج يأثر فيه. فواضح أنه واخد الديباكين وهو أحد أدوية المضادة للصرع، وبياخد جرعة كبيرة، بياخد 500 مرتين في اليوم. في الحالة دي في رمضان بنقترح أنه هو يكون مع الفطار وبعد وقبل الفجر على طول، مش لازم 12 ساعة قوي يعني. بننصح انه احنا نعمل تحليل للديباكين بعد 6 ساعات من الجرعة وبعد 9 ساعات من الجرعة، ومعاه صورة دم كاملة وتحليل للسجوت والسجبت او انزيمات الكبد عشان نقدر ان احنا نظبط جرعة الديباكين ونشوف اذا كنا ممكن نقللها ولا هي كده مظبوطة ولا محتاجين نضيف معاها علاجات اخرى. أحيانا بعض الحالات اللي هي بتبقى غير مستجيبة للعلاج الدوائي ونعمل لها رنين مغناطيسي أو أشعة تسمى السبكت أو الأشعة الطيفية اللي بتبين إذا كان في جزء من الأنسجة بتاع المخ مش واصل له دم بصورة مظبوطة، أحيانا بنلجأ إلى تدخل جراحي في بعض هذه الحالات. فالنصيحة أن أنت تدي العلاج مع الفطار وقبل أذان الفجر وتعملي التحاليل اللي طلبناها، وإذا كان في فحوصات زي رنين مغناطيسي أو السبكت سكان أو رسم المخ نقدر بالاطلاع عليهم نقول إذا كان ممكن يكون له علاج بطرق أخرى غير العلاج الدوائي، ونسبة الشفاء منها تبقى قد إيه. طيب أرجع لكم تاني بقى لألم العصب الخامس اللي هي بتبقى زي كهرباء شديدة في نص الوش، وعلى حسب الفرع المتأثر ممكن تبقى الكهرباء دي فوق العين أو تحت العين بينه وبين الفم أو في الفك. نشوف الاتصال الثاني. اهلا استاذه ايناس، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. انا عندي ابني دلوقتي عمل العمليه اللي هي كانت المفروض اللي كان عنده ميه على المخ. ايوه. وركبنا له جهاز بالفعل والميه بقت بتنزل اوتوماتيك من الجهاز ده. سنه قد ايه؟ نعم. السن؟ 8 سنين. تمام. وبعد كده دلوقتي بيجي له على طول، هو من الولاده، من الولاده وهو الموضوع بتاعه ده معاه. بس هو دلوقتي يا دكتور يعني بيجي له دايما حالات مغص وصداع دايما باستمرار. فايه العلاج بالنسبه للمغص ووجع في الدماغ ده على طول؟ انت ركبتي الصمام امتى؟ ركب الولد ركب الصمام امتى؟ الولاده يا فندم. بعد الولاده على طول؟ ويحتاج يغيره او يعمل عمليات تانية فيه؟ لا، هو الدكتور قال لنا هيفضل معاه لعند فتره الاعدادي باذن الله، وبعد كده هيتشيل. حصل اي انسداد في الصمام وحصل اي حاجه في الفتره دي؟ تابعنا مع الدكتور بتاعه، بس هو المشكله في ان هو دايما بيجي له مغص وصداع. اوكي. تمام، اتفضلي. والله بصي، حالات استس المخ وتركيب الصمام نتيجة وجود استس في المخ وارتفاع في ضغط المخ بتبقى معها بعض المضاعفات. ممكن يحصل انسداد في الصمام يؤدي لوجود صداع، أو ممكن يحصل التهاب في البريتون يؤدي لشوية مغص أو إسهال أو كده. في الحالة اللي زي دي بنحب إن احنا نعمل زي أشعة على المقطعية على المخ، نشوف الصمام شغال ولا لا، أو بطينات المخ حجمها قد إيه، وبنعمل أشعة عادية على الصمام نفسه، نشوف الجمجمة والأشعة الصدر والبطن عشان نشوف إذا كان الصمام منفصل في حتة ولا مكتمل، ونقدر إن احنا نعمل سونار على البطن نشوف في أي تجمعات داخل البريتون تكون مفسرة المغص المستمر اللي بيجي للولد، ولا التهابات او شيء من هذا القبيل. وبناء على التشخيص اللي نقدر نوصل له بالفحوصات دي
نقدر ان احنا نبتدي العلاج المناسب للحالة ان شاء الله. طيب العصب الخامس اللي احنا كنا بنتكلم فيه بيؤدي الى هذه الالام المبرحة اللي بتزيد مع الاكل او الشرب، وفي الحالة اللي زي دي بنعمل علاج بنوع معين من الأدوية المضادة للصرع، بتبقى مؤثرة جدا في حالات العصب الخامس وأشعة رنين مغناطيسي. طيب ناخد الاتصال ده ونكمل تاني. أهلا بيكي، أهلا يا حنان، اتفضلي. دكتور أيوة فن. لو سمحت دكتور، انا يعني بستخدم التابلت ويعني اقرا فيه وكده، احس حرقان في الجبهه مع صداع كده، وبرده في نص دماغي من فوق. وكان قبل كده عندي صعوبه في البلع، عملت اشعه مقطعيه الدماغ، قالوا لي ما فيش حاجه، بس برده كل ما اقربه من وشي كده احس زي بحراره والم، في صداع في الجبهه وصداع في نص دماغي. طبعا ده من حاجات الشهيره، صعوبه في البلع في الحنجره. اوكي، فمش عارف. طيب تحت. هو استخدام الأجهزة زي التليفون والتابلت والكمبيوترز وكده لفترات طويلة، وإنك تبقى قريب من الشاشة من غير ما يبقى عليها الشيلد ده اللي بيمنع الإشعاعات والانبعاثات اللي من الشاشات الإلكترونية، بيؤدي في أحوال كتير جدا لصداع يسموه تنشن هيدك أو صداع عصبي. وده حله انه يعني التعرض لمثل هذه الأجهزة يبقى من وراء شيلد او نبعد عنها شوية، والاستخدام يبقى متقطع، وفي فترات الواحد بعد مثلا نص ساعة ياخد له بريك عشان الصداع ده يتحسن. طيب نكمل معاكم، انه بنطلب نوع معين من الاشعاعات اللي هي بتبقى برنين مغناطيسي واشعه على شرايين واورده المخ، وده اللي بيقدر يوضح لنا العصب الخامس واذا كان ضغط عليه شريان او وريد. واغلب الاحوال بيتحسنوا جدا بالدواء اللي قلنا عليه اللي هو التيجريتول بجرعات مختلفة على حسب كل حالة. بندي جرعات، نقدر نبتدي بجرعة بسيطة جدا ونقدر نوصل ل 1200 ميلي في اليوم على حسب الحالة. طيب ناخد بقى فاصل معكم ونبتدي نكمل حكاية العصب الخامس بعد الفاصل، نشوفكم. أهلا بيكم مرة تانية. نلحبها بسرعة قبل الاتصالات. العصب الخامس ده بقى بعد ما بنشخص انه مضغوط عليه بشريان او وريد او ما شابه، اذا العين استجاب للعلاج الدوائي خير وبركة، اذا ما حصلش استجابة للعلاج الدوائي على الجرعات القصوى اللي هي بتبقى 1200 ملي من التيجريتول في اليوم، او العين مش قادر يستحملها، ساعتها بنعمل عملية جراحية بالمنظار والميكروسكوب، بنفصل العصب عن الشريان اللي بيضغط عليه، او زي ما نقول لما بيبقى فيه شريان بيفضل يضرب على العصب يديلك النبضات الكهربائيه والاحساس الرهيب بالوجع اللي المريض ما بيقدرش يستحمله، ودي بتبقى نعمه من ربنا انه يحس بالوجع الجامد ده عشان يقدر يوصل لتشخيص لمرض حميد جدا ويمكن علاجه بمنتهى البساطة ويديلك نتائج هايلة إن شاء الله. في نوع تاني بقى من الألام ده بيبقى حاجة رهيبة جدا، يجيلك المريض يقولك أنا عندي ألم زي ما يكون العيان يوصفه دايما، العيان المصري يقولك في حاجة دخلت زي سيخ محمي دخل في ودني ونار من داخل الأذن، ويحصل دايما انه لو تعرض لمروحة او تكييف او ما شابه يجيله الألم الرهيب ده داخل الأذن، واحيانا يزيد مع تناول بعض المشروبات الساعة او الدافية. بيوصفوه بعض الأجانب أنه نوع من الألام اللي ممكن لو استمر الفترة
يؤدي لحدوث حالات انتحارية والعياذ بالله. طيب ناخد الاتصال الهاتفي. اهلا ام فاطمه اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا بنتي اتعمل لها عمليه صمام اول ما كنت حامل اخر الشهر، الدكتور اكتشف ان فيها ميه في المخ، واول ما اتولدت كانت ظهر مفتوح. ومع ذلك عملنا عمليتين، عمليه صمام في المخ وكسر الظهر. وهي حاليا على طول امساك وعلى طول بطن منفوخه. ودلوقتي في رجليها بيتكون ميه دم كتير. الرجلين اول ما وظفها الدم كله بيترسب تحت على الرجلين. ومفيش كلام ومفيش حركه، يا دوبك بس تاكل وتشرب بتلغي. المفروض دلوقتي ان الرجلين على طول بيحصل لها حصفه، والدم بيكون في حركه في الرجلين. في حركه في الرجلين ولا لا؟ في، هو بيتحكم في البول والبراز ولا لا؟ نعم، بيتتحكم في البول والبراز ولا لا؟ لا في البراز لا، بس في البول تمام. اوكي هرد على حضرتك. هي رجلين بس، بقول لك بتكون على طول حصفه والدم على طول مترسب، الدم مترسب في الرجلين الاثنين. تمام اوكي. طيب شكرا يا ام فاطمه. نرد على حضرتك. الاستسقاء بتاع المخ في الاطفال غالبا بيبقى معاه عيوب خلقيه اخرى. اخر جزء من الفقرات القطنيه ممكن ما بيقفلش، وبيطلع جزء من الاعصاب والسائل النخاعي تحت الجلد، ويعملوا زي كيس مائي تحت الجلد، وبيبقى الكيس ده فيه بعض الاعصاب المسؤوله عن حركه الاطراف السفليه والتحكم في البول والبراز. ونتيجه الاستسقاء بتاع المخ ممكن يبقى فيه بعض الضمور في خلايا المخ وعدم اكتمال هذه الخلايا، وتؤدي الى ضعف في النمو بتاع الطفل وذكائه وتطوره الطبيعي من حيث المشي والكلام والدخول في المدارس والذاكرة وحاجات كتير من هذا القبيل. والعلاج في الحالات دي ان احنا نصلح استسقاء المخ في اقرب فرصة ممكنة لمنع حدوث ما يسمى بضمور الأعصاب أو ضمور خلايا المخ. وبالنسبة للرجلين هتعملي عليهم دوبلر عشان تشوفي في حاجة في أوردة الساقين نتيجة ضعف الحركة، وبناء عليه نقدر نقرر إذا كان ممكن يتعمل أي تدخل آخر أم لا. معنا اتصال تاني. أيمن تفضل. أي أيمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي في وجع في نص وشي كده خدلان. تمام. ورأسي كده فيها أعصاب وعيني كمان بتوجعني. أوكي. انت سنك قد ايه يا ايمن؟ 11 سنه. اوكي ماشي يا حبيبي اتفضل ارد عليك. الاعراض اللي هي بتبقى خفيفه والام في الجبهه وحرقان وكده، طالما مش مصاحبها زغلاله في العين او تشنجات او قيء مستمر او صداع شديد او تشنجات صرعيه، ما بتبقاش حاجه عضويه. تبقى سببها غالبا شد في الاعصاب في العضلات او تقلصات فيها، او ان انت بتشوف تلفزيون او بتتعامل مع تليفونات محموله او ايبادز او كمبيوترز او بلاي ستيشن او حاجات زي كده لفترات طويله. فننصح ان انت يعني تقلل منها شويه وتزود كميه السوائل، واذا كان في وجع جامد النوم لفترات كافيه واخذ بعض الادويه المسكنه عند الحاجه وبس. فارجع لكم بقى تاني لحكايه العصب التاسع ده.
انه بيعمل الام مبرحة لدرجة انه في ناس ما تقدرش ان هي تستحملها، وفي ناس في الخارج يقولك ده بيؤدي الى حدوث بعض حالات الانتحار. طيب هكمل لكم برضو الحكاية بعد ما ناخد الاتصال ده. اهلا استاذ سعيد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخبار حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور، انا جالي التهاب العصب السادس حضرتك اللي هو بيشوف الرئه مزدوجه، فجالي حوالي 3 مرات. أيوة. وبعدين بقى يجي لي صداع شديد جدا، فرحت للدكتور مخ واعصاب قال لي لا ده التهاب العصب الخامس. ايوه. فما يزال لسه برضو الوجع موجود اللي هو الصداع، والرئه المزدوجه برضو موجوده لغايه دلوقتي، وخدت علاج ما جابش معايا نتيجه. اوكي. والتهاب العصب السادس حضرتك جالي اكتر من مره، وعملت اشعه على المخ قال لي ما فيش حاجه. وما زال باخد العلاج اللي هو الدكتور كتبه لي قبل كده بتاع الرؤيه المزدوجه، ولسه موجوده برضه. اوكي ماشي، نرد على حضرتك. اتفضل. العصب السادس هو اطول عصب في المخ، وبيمشي في قناه طويله قوي، وبيمشي داخل حاجه اسمها الكهف، البيت الكهفي اللي هو فيه شوية أوردة، وبيمشي داخل المخ بقى اللي هو فيه المية بتاع المخ، ونتيجة كده بيبقى أكتر عصب ممكن يحصل فيه ارتجاج، يعني مع حوادث السيارات، مع هزات عنيفة، مع أورام، مع حاجات زي كده ممكن يتأثر العصب السادس اللي هو مسؤول عن حركة العين للخارج. وبالتالي أما العصب ده ما يقدرش يحرك العين لبره، تلاقي في عدم اتزان ما بين العين اليمين والشمال، ويحدث ما يسمى بالرؤية المزدوجة، أو العين يشوف الحاجة اتنين. العصب السادس يتأثر كمان نتيجة وجود ارتفاع في ضغط الدم لفترات طويلة، ويتأثر كمان نتيجة وجود سكر لفترات طويلة. لذلك بننصح المرضى دول ان هم ياخدوا قياس لضغط الدم بصفة منتظمة، ويعمل تحليل سكر تراكمي وسكر صايم، وبعد ساعتين وبنعمل له أشعة رنين مغناطيسي عشان نشوف أماكن العصب السادس فيها أي التهابات أو أورام أو مشابه. وأشهر سبب من أسباب العصب السادس أنه يكون في ارتفاع في ضغط المخ، لأنه العصب السادس بيمشي في المية بتاع المخ، ويمشي في القناة اللي قلنا عليها وفي البيت الكهفي. فمع ارتفاع ضغط المخ أول عصب يتأثر هو العصب السادس، ولذلك بنعمل فحص قاعين نطمن أنه مفيش استسقاء في المخ، وبنعمل أشعة رنين مغناطيسي على المخ عشان نشوف أنه هل في عيوب خلقية أو ارتفاع في ضغط المخ ولا لا. وبندي أدوية عبارة عن فيتامين ب بجرعات عالية جدا، وبعض الأدوية المنشطة للخلايا، عشان دي اللي بتقدر ان هي تحسن وظائف العصب السادس، وفي أغلب الحالات بيرجع لوضعه الطبيعي مرة أخرى. وبنعمل بعض تمرينات العلاج الطبيعي ان احنا نقفل العين السليمة، ونخلي العين المصابة هي المفتوحة بالنهار عشان العصب السادس يبدأ ينتبه ويبدأ يشتغل. وبندي بعض الحقن اللي بتبقى منشطات للخلايا العصبية وهكذا، وبتاخد فترة من شهر ونص لشهرين لحد ما تستجيب للعلاج ان شاء الله. طيب ناخد الاتصال تاني من الفيوم. جمال اتفضل. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام. والله يعني كان حضرتك جالي، كان جالي جلطه كده في المخ حضرتك، وحاليا لقيت حضرتك. كلم من التليفون بس يا جمال، ووطي التلفزيون. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. يعني كان جالي جلطه في الشريان التاجي حضرتك، جالي جلطة في الشريان التاجي، وعملت له وركبت له دعامات. أيوة. وركبت له دعامات. حضرتك عندي وجع في المخ على طول ما بيفرقنيش بقالي سنتين. اوكي، هنرد عليك. ماشي يا حبيبي.
طبعا الجلطات بتاع المخ بيبقى سببها انه نقص في كمية الدم اللي واصل للمخ، والدم اللي بيبقى واصل ده بيبقى جاي من القلب على شرايين الرقبة على فوق، فاما بيحصل جلطة في القلب او ضعف في عضلة القلب او انك تحتاج تركب دعامات، كمية الدم اللي واصل للمخ بتقل ويبقى فيه قابلية لحدوث جلطات في المخ. وفي الحالة دي بننصح ان احنا في اول 4 ساعات لو حصلت الجلطة بندخل بقسطرة وندوبها او نزيل الجلطة، اذا كان المريض بقى جه متأخر بعد فترة بنبدأ ندي ادوية السيولة عشان نحسن الوضع الحالي ونمنع حدوث جلطات اخرى في المستقبل، مع المتابعة لدكاترة القلب عشان الحفاظ على عضلة القلب، لان هي دي بتبقى في حالتك السبب الرئيسي لحدوث جلطات في المخ. طيب كنا بقى بنتكلم على موضوع العصب التاسع ده والألام الرهيبة بتاعته، وده برضو بيتشخص بالرنين ونشوف الشريان اللي ضغط عليه ونقدر ان احنا ندخل ونفصل الشريان عن العصب، والعيان بيتحسن تحسن يعني رهيب وفي وقته على طول يحس يقوم من العملية والألم منتهي تماما. دي كانت جولة كده لأهم الأعراض الألم اللي بتظهر في مختلف الأمراض في المخ، سواء كانت أورام أو استسقاء أو نزيف أو ضغط على الأعصاب بالشرايين، وأتمنى أن احنا نكون فدناكم في الوقت البسيط اللي كنا مستمتعين به معاكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.